أهلا بكم. لم تتوقف إجراءات سلطات الميليشيا عند نهب المخزون النقدي للبلد ونهب المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم خلال عامين من انقلابهم، بل اتجهت الميليشيا نحو فرض إجراءات جديدة تمكنها من استغلال موارد جديدة غير قانونية تؤثر على اتفاقيات اليمن التجارية والاقتصادية، هذه المرة عن طريق استحداث إجراءات جمركية جديدة مخالفة على منافذ صنعاء لا تعترف بالإجراءات الجمركية في المنافذ الدولية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. في هذه الحلقة سنتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: تأثير هذه الإجراءات على الوضع الاقتصادي في البلد وتأثيرها على موقع اليمن في الاتفاقيات التجارية الدولية. منافذ جمركية على أبواب صنعاء لا تعترف بالمنافذ الجمركية الرسمية وتفرض رسوما مخالفة للاتفاقيات الجمركية التي تعد اليمن جزءا منها. أثرت هذه الإجراءات على المواطنين لجهة ارتفاع الأسعار، كما تؤثر على اتفاقات اليمن مع العالم الخارجي، وأهمها اتفاقية التجارة العربية التي تفرض تخفيضا جمركيا على البضائع ذات المنشأ العربي. نناقش تداعيات هذا الموضوع مع ضيوفنا بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. تمضي سلطات الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها نحو تعزيز إجراءاتها الانفصالية وتكريسها على أرض الواقع، هذه المرة على الجانب الاقتصادي. منذ أشهر تقوم سلطات الجمارك في صنعاء بفرض رسوم جمركية على البضائع داخلة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع، متجاهلة أن هذه البضائع قد استوفت كافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة. يبدو الإجراء مجرد ابتزاز مالي لا غير تسعى الميليشيا من خلاله لدعم خزيناتها بعد أن استنفذت مخزون البنك المركزي وكل المؤسسات المالية التي تقع ضمن نطاق سيطرتها الجغرافية، إلا أن تبعات هذا الإجراء ستلقي بأثارها على اتجاهات مختلفة، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في هذه المناطق وتكريس وضع اقتصادي شاذ يؤثر على الجميع إلى المنتفعين التابعين لميليشيا الحوثي وحلفائها. تؤثر هذه الإجراءات على وضع اليمن ضمن اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تفرض تخفيضا جمركيا على البضائع ذات المنشأ العربي وتلتزم به الحكومة بنسبة تصل إلى 48%. قررت السلطات الجمركية التابعة للميليشيا إلغاء هذه الاتفاقية واستحدثت منافذ على أبواب العاصمة صنعاء فارضة رسوما جديدة تصل نسبتها إلى 52%، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد. وبحسب مصادر فإن هذه الإجراءات دفعت الحكومة إلى الإعلان عن دراستها تجميد العمل بالاتفاقية العربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خيارات تهدف لتجفيف الموارد المالية لسلطات الانقلاب في صنعاء. لكن تجاراً أبدوا قلقاً متزايداً من أن هذا الإجراء سيزيد من تكاليف البضائع في ظل فرض رسوم جمركية من الجانبين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيف الذي ينضم إلينا الآن، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من القاهرة الأستاذ مصطفى نصر. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. إذا ما بدأنا يعني سؤال، ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه سلطات الميليشيا في استحداثها لهذه المنافذ الجمركية على تخوم العاصمة صنعاء؟ طبعا هي تقول أن هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة في مداخل العاصمة صنعاء جاءت عقب إلغاء الاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذه الاتفاقية طبعا دخلت حيز التنفيذ واليمن ملتزمة بها، حيث تعفي المواد أو السلع العربية المنشأ التي إنشاءها في أي دولة عربية وتدخل اليمن، هذه يتم فعلا عمل تخفيضات جمركية عليها تصل إلى 48 إلى 50%. فجماعة الحوثي ألغت هذه الاتفاقية، وبالتالي هي تعيد الآن فرض رسوم جمركية بناء لأخذ هذا الفارق بمداخل صنعاء، لا سيما السلع والبضائع التي تأتي عبر المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، سواء كان في عدن أو في المكلا أو في الوديعة وغيرها من المنافذ التي هي يتم الدفع، وما زال ساري المفعول موضوع الاتفاقية وعملية التخفيض. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هي أعلنت أن هذا الإجراء أيضا
لوقف أو لتشديد عملية الرقابة على ما أسمته بالمخالفات أو التهرب الجمركي، بمعنى أنه يتم فحص السلع التي هي موجودة في الحاويات وأيضا على الشاحنات، ومع البيان الجمركي الذي يتم جمركته، وهي تدعي أن هناك أو تقول أن هناك يعني عملية تهرب من قبل التجار. وكان رئيس حكومة الحوثي أعلن أنه ما يتم جمركته بشكل فعلي من قبل تجار صنعاء هو لا يشكل سوى 5% من السعر الحقيقي الذي يفترض أن يتم جمركته. ولذلك وضعت هذه الإجراءات التي تلزم التجار بهذه الإجراءات الجديدة، وهناك من يصفها بأنها فعلا إعادة جمركة جديدة، لأن التجار يقومون بفرض هذا الفارق في أسعار في الرسوم التي يدفعونها على أسعار السلع، وبالتالي يتسبب في ارتفاع أسعار هذه السلع. طيب يعني الآن البضائع التي تأتي من ميناء الحديدة مثلا أو من المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات، هل تفرض أيضا عليها ضرائب أو رسوم جمركية مجددا عند مداخل صنعاء؟ يتم فرض رسوم أخرى وليست استكمال للضريبة كما يحدث مع البضائع الواردة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة، وإنما يتم إعادة التدقيق في البيانات الجمركية حسب إعلانهم، ويتم فرض رسوم جديدة على هذه السلع التي لم تؤخذ في ميناء الحديدة. وبالتالي يعني هي تفرض رسوم أخرى قد تكون تختلف مسمياتها، لكن في النهاية هي رسوم جديدة. ويتم أيضا توقيف هذه الشاحنات بما فيها أو القاطرات بما فيها أيضا قاطرات النفط والمشتقات النفطية. طيب أستاذ مصطفى، الآن يعني هذا الإجراء ما دلالته، ما هو تأثير الإلغاء الفعلي أو بالفعل قامت الميليشيا إذن بإلغاء هذه الاتفاقية للبضائع العربية، ما هو تأثير ذلك على المواطن، على الاقتصاد اليمني، على أيضا تبعات ذلك يعني بالنسبة للاقتصاد بشكل عام؟ بالنسبة للمغزى أو الهدف من هذه الخطوة هو طبعا الحصول على إيرادات جديدة، لا سيما بعد تقلص عملية الإيرادات مع تحرير كثير من المنافذ الجمركية، وأيضا بدء تقديم تسهيلات معينة بما فيها تخفيض 50% في الموانئ التابعة للحكومة سواء كانت عدن أو المقلة وغيرها. هذا جعل كثير من الحركة التجارية تمر عبر هذه المنافذ، وبالتالي تقلصت أو تراجعت العائدات لجماعة الحوثي، فهي تحاول أن تغطي هذه الإيرادات ونفقاتها من خلال فرض هذه الرسوم الجديدة ومن خلال إعادة فرض الرسوم الجمركية. الموضوع الآخر هو موضوع أنه يعني سيؤثر من ناحية التأثير، طبعا بكل تأكيد هذا ينعكس على أسعار السلع، لأنه التاجر في النهاية هو يضيف ما يدفعه على السعر النهائي للسلعة، وبالتالي يقوم ببيعها. هذا التأثير المباشر على المواطنين. التأثير غير المباشر أيضا في علاقة الاقتصاد اليمني مع الدول العربية، هذه الاتفاقية يعني اليمن ملزمة فيها، وأعطيت اليمن فترة سماح لفترة معينة كانت اليمن والسودان لتأهيل نفسها في هذه العملية، وبالتالي إلغاء هذه الاتفاقية هو يتعارض مع الاتفاقية العربية التي تم التوقيع عليها، وأيضا يختلف أو يشكل يعني انتهاك لما أعلنت عنه الحكومة من تخفيض للقطاع التجاري والمستوردين عبر المنافذ الجمركية المختلفة. فهذه الحكومة الحوثية لا تعترف بهذا التخفيض الذي تم على سبيل المثال في موانئ عدن والمكلا وغيرها، وتقوم بفرض الرسوم الجديدة، وبالتالي هذه التخفيض لا ينعكس إيجابا على المواطن، وإنما يتحمله المواطنين الذين يشترون السلع النهائية. طيب هل من المتوقع أن تتم فرض عقوبات على اليمن عامة بسبب ما قام به الحوثيون من إلغاء لهذه الاتفاقية من جهتهم يعني؟ لا أعتقد أنه الوقت يعني في الدولة تشهد حرب
يعني بهذا المعنى، أو لا أعتقد أن جماعة الحوثي تعير اهتمام موضوع قضية فرض عقوبات. وأيضا لا أعرف هل هذه الاتفاقية يعني تلزم الدولة بعقوبات معينة، لكن طبعا هذا يعني واحدة من المقترحات أنا كنت تعرضت لها سابقا، أنه قد تلجأ الحكومة أيضا لتعليق العمل بالاتفاقية. لماذا؟ لكي تقطع الطريق على جماعة الحوثي وتستعيد يعني وتفرض هذه الرسوم كاملة، لا سيما وأن اليمن لا تصدر حاليا أي منتجات زراعية أو منتجات معينة إلا بنسبة بسيطة جدا، تقريبا منتجات سمكية فقط. فيمكن للحكومة أن تلقى هي لتعليق هذا بسبب الحرب، فأعتقد أنه وتقطع الطريق من هذه الناحية، أو أنها تستكمل كل إيراداتها الضريبية والجمركية في المنافذ، لا سيما إذا ما تم فعلا السيطرة على ميناء الحديدة، وبالتالي استطاعت أنها تأخذ كل الإيرادات الضريبية والجمركية بالمنافذ، سيكون هذا ربما هذه الحلولات قد تكون مطروحة لدى الحكومة. هي يعني إذا طرحنا أنها ربما تكون موجودة أو مقدمة بالنسبة للحكومة أو فكرت بها، لكن عندما تتحدث تقارير عن دراسة الحكومة لفكرة انسحاب من هذه الاتفاقية، ألا يمكن أن يكون هذا الإجراء يعني غير مجدي، بأن الميليشيا قد تفرض رسوما أخرى، وما يعني هذا سيعني زيادة الرسوم من الجانبين وبقاء المشكلة بالنسبة للمواطن اليمني؟ كل الاحتمالات واردة في هذه النقطة، لكن يعني بقاء هذه الاتفاقية، وهذا ما استغلته جماعة الحوثي في إلغاء هذا العمل بالاتفاقية، لأنه معظم الصادرات أولا هناك تزوير من قبل كثير من التجار فيما يتعلق بعمل شهادة منشأ في دول عربية، وهذه المنتجات لا تصنع أو تنشأ في الدول العربية. هذه واحدة من قد تكون مبررة، الأمر مبررا لعملية التعليق. الأمر الآخر هو موضوع لا توجد صادرات الآن، البلد تعيش حرب، وبالتالي لا يوجد صادرات حتى أنه يتم المعاملة بالمثل، فبالتالي قد يكون هناك مبرر لتعليق العمل بهذه الاتفاقية، وبالتالي فرض الرسوم الحقيقية على السلع الواردة وتحويلها إلى خزينة الدولة، وبالتالي قطع الطريق على جماعة الحوثي في استعادة رسوم إضافية تفرض في مداخل صنعاء. إذا أشكرك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، انضميت لنا عبر الهاتف من القاهرة، جزيل الشكر لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. ما هي الدلالات السياسية ذات البعد السياسي لاستحداث منافذ جمركية من قبل الحوثيين على أبواب صنعاء؟ الاستهداف من الناحية السياسية يعني إجراءات فصل لهذا الإقليم ولمنطقة سيطرتين، فصلا سياسي لاستهداف شرائح ضريبية. هناك الآن عملية انفصال سياسي تجري داخل البلد، بدأت بمسألة المنافذ الجمركية وحرية الحركة والبضائع بدون ترسيم وبدون إعلان. مع الأسف الشديد الجميع يتعامل مع الميليشيا على أنها دولة، هذا كلام غير صحيح. هذه جماعة ميليشياوية مثل جيش الشباب، مثل الخمير الحمر في سمبوديا، مثل الحركات التي كانت مثلا في منطقة أمريكا الوسطى. هذه الجماعات لا يهمها هذا الجانب، هي الآن تبحث عن موارد، هي تريد أن تستمر في الحرب، وبالتالي تعمل بكل قوة على أن تحصل على موارد، بالذات بعد نقل البنك المركزي، هي تريد تمويل استمرارها في الحرب. هذا تمويل الاستمرار في الحرب يقتضي أن تسيطر على موارد مالية من أي مكان. هي استنفذت البنك المركزي، هي صادرت كل ما يخص التقاعد والتأمين، وجميع هذه الموارد التي كانت في الصناديق المختلفة من حوالي 14 صندوق تنمية أفلست فيها تماما، والآن تبحث عن مزيد من الموارد. هي رافضة أن يكون هنالك تدفق للنفط والمشتقات النفطية كروحا للعصر، وبالتالي حولتها إلى مجال استثماري من أجل مواجهة نفقات الاستمرار بالحرب. هي تريد أن تطول في الحرب إلى آخر مدى،
وبالتالي تبحث عن موارد. المسألة الخارجية أو الاتفاقيات أو المعاهدات هذه مسائل لا تهم الميليشيات إطلاقا. نعم، طيب لكن الآن ما هي الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تتخذها برأيك لمحاولة الحد من هذا يعني الرسوم الجمركية الجديدة، المحاولة الميليشيا لتمويل نفسها بشكل أو بآخر؟ ما الذي يجب على الحكومة أن تقوم به لمواجهة هذا؟ هذه المسألة أستاذ عبد الهادي. نعم أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي، إذا يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي الذي كان معنا. على كل حال، إلى حين أن يحاول الأخوة في الكنترول محاولة إعادة التواصل به، كان معنا مشاهدينا الكرام السيد مصطفى نصر، تحدث على مغبات أو ما سيتم أو ما تقوم به ميليشيات الحوثي من فرض رسوم جمركية على مداخل صنعاء، وتحدث على أنها بذلك تقوم بإلغاء الاتفاقية التجارية التي الخاصة بالدول العربية التي تقوم بعمل تخفيض جمرك يصل إلى حدود 48% تقريبا إلى 50% من الرسوم الجمركية. بالتالي هذا الأمر سينعكس على ارتفاع أسعار المواد بداخل العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. هذا الأمر يتم، إذا عاد لنا الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أعود بالسؤال لك أستاذ عبد الهادي حول ما هي الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها بهذا الصدد. الحكومة الآن داخلة في حرب استعادة الدولة، هذه مناطق خارج السيطرة. الحكومة الآن تسعى إلى مسألة السيطرة على أهم منفذ للتواصل الخارجي لمناطق سيطرة الميليشيات المتمثل في ميناء الحديدة. هذا بالنسبة لها الأهم. الميليشيا تصرف إيتاوات بالعشرات سواء كانت في أسماء منافذ جمركية أو ما تتم استيلائه وابتزازه من الناس بالقوة. المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات أشبه بمعتقلات النازيين، معتقلات النازيين التي مورست في الحرب العالمية الثانية. فكل شيء داخل هذه المناطق هو ملك للميليشيا وتحت التصرف لها، وبالتالي هي تستحدث قوانين تراها هي أنها الأقدر على استمرار الحرب فقط لا غير. حركة الميليشيا الآن البحث عن أموال لاستمرار الإنفاق على الحرب، وأيضا بحيث تكون في الفترة القادمة حتى لو توقفت الحرب تكون لديها إمكانيات كبيرة من أجل أن تظل هي الأكثر قدرة على الهيمنة والسيطرة على المناطق التي تتواجد فيها حتى لو انتهت الحرب وسلمت فيها. طيب الآن هناك من يتحدث على أن أو توقعات، ومن ضمن من توقع ذلك الأستاذ مصطفى نصر، بأن الحكومة قد تتجه إلى تعليق العمل بهذه الاتفاقية. هناك من سيطرح على أن يعني لمواجهة ما تقوم به الميليشيا من فرض رسوم إضافية، هناك من يعتقد على أن هذا الإجراء قد يرفع الأسعار بشكل أو بآخر من جديد، بأن الميليشيا ستفرض رسوما بمسميات أخرى. هذا الأمر بالنسبة للمواطن ما الذي سينعكس عليه من الناحية المعيشية برأيك أستاذ عبد الهادي؟ المواطن الآن من الناحية المعيشية يعيش في ضنك العيش. أجزم أن هناك مناطق بدأت تدخل مرحلة المجاعة. هذه المناطق تستنزف على مدار عامين بشكل مرعب. هناك حالة استنزاف، هناك ابتزاز، هناك مصادرة. أعتقد حتى وصلت المسألة إلى مصادرة سيارات من أجل نقل الميليشياتهم وجنودهم إلى الجبهات. هذه المناطق أصبحت خارج أي قانون أو خارج أي منطق. هذه الجماعة لا يهمها سوى شيء واحد، كيفية استمرار المعركة وصمولها. ما على الحكومة إذا أرادت أن تتخذ إجراءات أن تتخذ إجراءات بسرعة الحسم العسكري ولا إجراء آخر أمامها الآن. طيب الآن أستاذ عبد الهادي، هناك إذن الكثير من الإجراءات التي يجب أن يعني يعتقد أنه يجب أن تتخذ في سبيل إحساس المواطن بوجود أن هناك سلطة شرعية ودولة. هذا الأمر يأخذ وقتا بحسب الكثير من الناس.
كيف يمكن حل الأمر مجتمعيا برأيك من حيث إيجاد حلول خارج الصندوق لمحاولة التعامل مع الوضع الصعب الاقتصادي الذي تفرضه حرب الميليشيا على اليمنيين؟ الوضع الصعب الذي تفرضه حرب الميليشيا لا يمكن حله بأي من المجهودات إطلاقا ما لم تكون هناك انتفاضة شعبية عارمة أو تمرد عسكري في الجماعات التي تقاتل مع الميليشيا من الوحدات النظامية التي دخلت من ما يعرف بقوات الأمن المركزي والقوات الخاصة وأيضا آلوية الحرس الجمهوري. هذا هو المخرج الوحيد في حالة إذا ما تحركت هذه وساندها القبائل فهو الوحيد القادر على صناعة مخرج حقيقي من هذه الميليشيا وهيمنة صالح. الفاعل الأساسي في الحرب هو صالح وهو من يدير هذه المسألة وهم من نهضوا رواتب الموظفين من البنك المركزي والآن يريدون الحكومة الشرعية أن تدفع رواتب الناس وهم يرفضون تسليم الإيرادات إليها. إذن أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإنصات، والشكر لضيوفي الذين كانوا معي، سيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كان معي عبر الهاتف من القاهرة، وكذا المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي كان معنا عبر الهاتف من تعز. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدرة وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.